أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. الحمد لله كما هو أهله وكما ينبغي له وكما يستحقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. السلام على تلك الأرواح الطاهرة، السلام على تلك الأنفس الزكية، السلام على تلك الدماء التي روت شجرة الحرية في أعماق الأمة، السلام على تلك الدماء التي أيقظت سبات الأمة، السلام على تلك الأرواح التي لا زالت تنشد وتغني بين السماء والأرض بلحن يوقظ ضمير الأمة أن هناك طفل يجوع، وأن هناك طفل يظلم، وأن هناك امرأة ثانكلة تصرخ، وأن هناك طفل يبحث عن أبيه، وأن هناك مظلوم لا زال يعاني من غصة السجن ومن صوت الجلاد. السلام على تلك الدماء التي لا زالت في غليانها تجري، السلام على تلك الدماء التي لا زالت تعطي برغم دفن منبعها من أجسادها. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، بعرش الله عز وجل. لاحظ هذا الاختيار من الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى لم يختر لهم الجنة فقط، وإنما اختار لهم أعلى مراتب الجنة بحيث يكونون معلقين تحت عرش الله تبارك وتعالى. وهنا بالمناسبة أن تحت عرش الله منزل خاص لأولياء الله الذين اختصهم الله تبارك وتعالى بهذا الفيض منه جل وعلا. مثال ذلك أنه جاء في درجات البصائر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يري موسى صلوات الله وسلامه عليه كيف هي قوة الله تبارك وتعالى، تجلى ربه للجبل فجعله دكا، يعني انشلع هذا الجبل من أساسه فاستوى بين السماء والأرض. صور أن جبل وقد انتزع من الأرض صخور، حجارة، صرير، صوت، انفجار في الأرض ليرتفع الجبل عن الأرض. صور، ماذا تقول الرواية؟ ماذا تقول الرواية؟ الرواية تقول بأن الله تبارك وتعالى عن الإمام الصادق لم يتجلى نور الله، ذات نور الله تبارك وتعالى، لا، لأن الله لو تجلى بوجوده وحقيقته ماذا يجري؟ لا يمكن أن يبقى شيء على هذه البسيطة بكلها. ولكن تجلى الله تبارك وتعالى بنور أحد أوليائه، أمر أحد أوليائه أن يتجلى لأنه يختزن ذلك النور الإلهي العظيم. هذا الذي تجلى للجبل فجعله يعني دكا، هذا هو أحد أولياء أمير المؤمنين. صور، الذي تجلى الله تبارك وتعالى بنوره، أي أرسله للتجلي بنور من أنوار الله فجعل الجبل دكا، هو أحد أولياء أمير المؤمنين، نوره معلق تحت عرش الله تبارك وتعالى فأرسله الله تبارك وتعالى. انظر كيف هي الدرجة للشهداء، هذا ولي من أولياء الله،
الذين اختصهم الله تبارك وتعالى بنور لو أظهره لهذا الوجود ينسحق الوجود ويمحق بكله. إذن الشهداء في أي مصاف؟ الشهداء في مصاف الوصيين والأولياء، الأوصياء والأولياء والأنبياء والصديقين الذين صدقوا بالله جل وعلا وارتقوا إلى منازل عليا. من تخاطب؟ ولماذا تشعر بأن الدماء الزكية تغلي بداخل شرايينك؟ ولماذا تهزك من الأعماق شهادة المؤمن الذي ينتقل إلى جوار ربه؟ السر في ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أطفى عليهم بجلباب من نور. كل إنسان يصل إلى مرتبة الشهادة تستقبله الملائكة ولا تحتضنه. صور كيف يعني بتصوير خاص أن الملائكة وقوف تستقبله، لكن الذي يحتضنه هو كسوة أو هي كسوة من الله تبارك وتعالى، هالة من نور يأخذها الله تبارك وتعالى يجذبه إليه بلباس من نور فيأخذه إليه. الله تبارك وتعالى أكرم الشهداء بأن جعلهم معلقين تحت العرش، معلقة أرواحهم بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم يعودون إلى محط منزلة راقية تحت عرش الله تبارك وتعالى. كفى الشهداء فخرا أن يتمنى النبي محمد، اللهم صل وسلم محمد وآل محمد، كفى الشهداء فخرا أن يتمنى النبي صلى الله عليه وآله أن يكون شهيدا. وليس معنى ذلك أن النبي أقل من الشهداء، لكن يريد أن يبين هذه المرتبة لعلك تحصل على مرتبة الشهداء لأنك تتمنى أن تكون شهيد، فيوفقك الله تبارك وتعالى بهذه النية لأن تكون مع الشهداء دون أن تقتل، يعني تصل مرتبة الشهداء قبل أن تستشهد في هذه الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وآله يتمنى في الرواية أن يقتل ثم يحيى فيقتل 10 مرات أو ما شاء الله له ذلك حتى ينال مرتبة الشهداء. ويكفي الشهداء هذه الآية، بل أنه السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية يقول لو لم تكن هذه الآية للشهداء لكفتهم، تكفيهم هذه الآية ما يحتاجون بعض غيرها. ما هي هذه الآية؟ قال يكفيهم أن الله تبارك وتعالى يقول لهم أنهم أحياء عندي، والآية أحياء عند ربهم يرزقون. ما هو هذا الرزق؟ الله تبارك وتعالى يتوعد برزقهم. ذاك الوقت بعد ما أكو أكل في الدنيا، مو مسألة أكل وكذا، لا لا، الله يغدق عليهم كمال فكمال، نور فنور، ضياء فضياء، منزلة فمنزلة، رزق الله تبارك وتعالى الذي ليس له من نفاد هو الجهاد في سبيل الله الذي يوصلك إلى ذلك، سواء قتلت أم لم تقتل. وما هو الجهاد؟ قالوا بذل الجهد في الله عز وجل، وإن كان هناك بذل الجهد في غير الله فهو جهاد لغير الله، أما الجهد في الله عز وجل فإنه جهاد في الله تبارك وتعالى، فينزله الله تبارك وتعالى مصاف النبيين والصديقين. ثم قال والشهداء، فجعلهم في منزل مع النبيين والصديقين. نعم، الشهداء فخر الأمة وتأج الرأس ووسام نصرها القادم، هم الذين يعبدون الطريق وهم الذين يقربون الناصر. هناك مبادلة رائعة، هناك مبادلة رائعة بين هذا الشهيد وبين الله تبارك وتعالى. يصورها السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، يقول أن الله تبارك وتعالى أعطاك نظر وأعطاك قوة وأعطاك رزق وأعطاك ابن وأبناء وأعطاك كل خير هذه الدنيا، وكل ما لديك هو من الله تبارك وتعالى. أنت ماذا تعطي الله؟ أنت شنو تعطي الله؟
الآن هو أعطاني ابن، أنا أعطيته ابن.